رجعنا مره ثانيه بعد الاستراحه. دلوقتي هنعمل ماش بوتيتو. طب بطاطس مهروسه قشرناها طبعا، اتسلقت في ميه وملح، وبعد ما اتغسلت كويس حطيناها في ميه وملح وسبناها على نار هاديه لحد ما تستوي. وانا ما بحبش اقشرها، يعني المعلومه ان الواحد يقشر بعد السلق عشان لو في اي حاجه تبقى الدنيا امان. بعدين بنقشرها ونبدا نهرسها، وهبدا في الخطوه دي بقى الثانيه مع حضراتكم، اللي هي هاخد كده نسبه كده من الزبده وهنزل فيها كمية من البطاطس. كده. هنا. وهاخد كده بالسباتيولا دي ممكن، او بزي احسن. هنشيل بقى المعلقة دي خلاص. البطاطس دي كمان بيليق معها قوي جوزة الطيب مع الزبدة. نسبة زبدة حلوة. كده. تدي تيست وطعم حلو. خليني بس اشيل دول. هنا. كده. هحط معاها رشة ملح كمان. اظبط طعمها. مش هزود الملح قوي. خليها برضو طعمها كده يعني مش كلها مظبوطة قوي، لان هحط فيها الصوص اللي اتفقنا عليه. البني ده. او الدمي جلاس زي ما حضراتكم تحبوا. كده. تاخد بقى ايه طعم حلو كده. بسم الله. شايفين ازاي؟ ممكن في ناس ساعات بتديها شوية لبن، بتديها شوية كريمة، ينفع، بس هي مش هتحتاج عموما بعد الزبدة ان شاء الله. تديها طعم غني كده، لما نروح بره بناكلها نحس طعمها مختلف، هي عشان بيبقى محطوط لها نسبة زبدة كده كويسة. شايفين ازاي؟ خد كده رشه بسيطه قوي من الملح. ينفع احط فلفل ابيض لو عايزه، وينفع نحط بقدونس لو عايزين، بس انا هعملها ساده خالص. شايفين ازاي كده؟ الريحه اصلا طالعه دلوقتي لما الزبده يعني دخلت بقى في البطاطس، والبطاطس كده اخدت من طعم الزبده، الريحه اصلا رائعه. ينفع بقى ناخد رشة جوزة الطيب لو عايزين في المرحلة دي، لأن البطاطس الماش بوتيتو بيليق معاها قوي جوزة الطيب لو حابين. دي اختياري يعني. عندي هنا طبق لتقديم الماش بوتيتو. هعمل كده. شايفين ازاي؟ خلاص اخدت وقتها الحلو. وتعالوا بقى نحطها في الطبق ونعملها زي الهرم. نظبطها بقى سوا كده. تعالوا بالمعلقة نعملها كده. شايفين ازاي؟ واخد كده رشة بقدونس حوالين الحكاية. وبعدين الصوص اللي احنا اتفقنا عليه هسخنه هنا. تاكل بقى بالشوكة معاه. اوكي. كده. شايفين ازاي؟ هات لي الزيت يا محمد كده،
بصوا خليكم معايا بقى. ايوه هنحط بقى هنا الايه الصوص ده، هنبدا نحطه كده. ده بقى يتاكل مع الصوص الحلو ده، يتاكل مع الماش بوتيتو بالشوكه كده روعه. شايفين ازاي كده على الجوانب بس من الصوص، شايفين الجمال. دي لوحدها كده يعني طعمه جدا جدا بجد بشكل غير عادي. واحنا برضو اضفنا، خلوا بال حضراتكم، اضفنا الصوص لوحده ابار مع الايه اهو، وادي المعش بوتيتو.